ايه اكتر خطأ ممكن اقع فيه كطالب؟ انك انت ما تذاكرش اصلا وتخدع نفسك وتخدع اللي حواليك، انك انت تشيل فوق طاقتك، يعني قول انا مش عايز هندسه، عايز طب، عايز الفيلد بتاعي، عايز اكون كذا. حدد لنفسك، خلي فيه قائد، خلي فيه مثل اعلى، عايز ابقى زي فلان، لان يعني مش هيبقى ان انا من بره مره واحده كده هبقى لوحدي. لا، لازم اكيد في مرشد ليا، في حد بحبه، انا حاسس ان هو كويس. مثلا الدكتور احمد زويل، عايزه كليه علوم مش عايز كليه طب. فبحدد الهدف، وعلى الاقل يبقى فيه خطوات ماشي فيها، يبقى انا محدد هدفي. نمره اتنين، ابتدي اذاكر. يعني المذاكره بجد اول ما تصلي الفجر وابتدي اول وقت ده، بركه لامتي في بكرام، الوقت البدري قوي ده حلو قوي الصبح، بيبقى الانسان مركز جامد، وابتدي ان انا احل كويس، والدنيا بتبقى هاديه والجو كله نايم، فاحلى ساعتين في ثلاثه في الصبح. بعد كده تبتدي جدا ومخي جامد لسه جدا، مليان اكسجين، اه مش الدنيا منهك، هاديه. مش تعبان.